السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما شفتوا لا فيديو هذه واحد الخدعه سينمائيه، بزاف ديال الناس طلبوا مني الطريقه كيفاش صايبتها. اليوم غادي نوريكم في لا فيديو الطريقه كيفاش صايبتها واللوجيسيال اللي كنخدم به والطريقه كيفاش صوبت لا فيديو. تبعوا معايا لا فيديو حتى للتالي. اول حاجه كنفتحوا اللوجيسيال ديال المونتاج، انا كنخدم بفيلمورا فيرسون 9. اول حاجه كنمشيو نجبدوا لا فيديو اللي بغينا نديروا عليها الخدعه. كنديرو لها امبورتي، ومن بعد كنجبدوها هنايا لهاد الشارع التحتاني. من بعد كنجيو هنا كنقطعو المورسو اللي بغينا نخدمو عليه. كما درت انا في الفيديو خدمت على هاد المورسو، هاد القطعة هادي ابتداء من هنا. كتجي هنا، كتجي عند هاد المقص هدا، كتكليكي عليه، كتكليكي على المورسو اللي قبل، كديرلو سيبريمي. من بعد كتمشي تختار النهاية ديال الفيديو. أنا صوبت الفيديو واحد لهنا، كتقطع من بعد كتسيبريمي المرسول اللي مبغيتوش. من بعد كتمشي تجبد واحد الفيديو، واحد لي تيب ديال الفيديو سميتهم الجرين سكرين. هاد لي فيديو تقدر تركبهم على أي فيديو بهاد الطريقة اللي غادي نوريكم دابا. دير امبورتي، تمشي لتيليشارجمون، كتجبد الفيديو. من بعد كتجبدو كتختار البلاصة في غادي ديرو، تحاول انك تجيبو في البلاصة اللي غادي دير فيها الانفجار مثلا. حاول دائما يكون الفيديو شوية عريض طالع الفوق باش يبان الانفجار طالع الفوق. حاول انه يجي طالع على هون، من بعد كتكليكي على هذا الزر هذا، وكتجي تختار لا كولور فيرت. كتمشي هنا كدير 4، هنا كدير 52، كدير اوكي. كتشوف الابعاد ديالو فين كاينين، نحاول نعرضها شويه باش يكوفري كاع هاد الجهه. هنا فوالا، دابا نقدر نقراو ونشوفو لا فيديو ديالنا كيفاش غادي يجي. فوالا، شفتو الفيديو جاي يعني متقون بواحد الدرجة كبيرة. خصو غير بعد اللمسات الأخيرة بحال هنايا خص يكون عريض شوية باش يكوفري كاع هاديك المبنى. هادو هما الخدع السينمائية اللي كيستعملوهم في الأفلام، تقريبا كيستعملو نفس الطريقة، غير هو كتكون عندهم لوجيسيالات اللي كيخدمو بيهم أحسن من هاد اللوجيسيال. برنامج كيكون كبير وفيه بزاف ديال المؤثرات، وكيكون عندهم مؤثرات أخرى كيكونوا شارينهم، كيكونوش كراتوي. بالنسبة لهاد الفيديو اللي بغيت تليشارجيوه، أنا غادي نخلي لكم اللينك في الديسكريبسيون. ها هو في الموقع ديال ميديا فاير، فيه 51 ميجا، تقدر تليشارجيه وتخدم به نورمال في اللوجيسيال اللي كتخدم به نتايا. هاد الفيديو يقدر يخدم لك مع أي لوجيسيال ديال المونتاج، سواء كان لوجيسيال ديال البيسي كتخدم بالبيسي ولا كنت كتخدم بالتليفون. ملي كتكمل صافي كتبغي تسجل لا فيديو كدير اكسبورت، ولا بغيتي انا دير موديفيكاسيون في لا ريزوليسيون ولا في الكاليتي ديال الصوت ولا الكاليتي ديال ليماج كتزيد ديفلوبيها هنايا. كدير هنايا ايفون 922. الا بغيت لا فيديو ديالك ما يكونش كبير بزاف كتنقص شويه في هنا، كتنقص هنا، كتنقص هنا، كدير 4000 ولا 6000، كدير اوكي، كيكون لا فيديو صايبين. وكتسمي هنايا شي سميه وكدير اكسبورت. هنا كيتسجل لا فيديو
من بعد ان شاء الله الى عجبكم هذا الفيديو اكتبوا لي في لي كومونتير، ندير لكم فيديوهات اخرى وخدها اخرى ان شاء الله. نتمنى انه الفيديو يكون عجبكم، وتبارك الله عليكم، ما تنسوا جزيل الاشتراك واللايك، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.